مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشره معكم من مدينه الدار البيضاء. في هذا الصباح كنقول لكم الاجواء الصباحيه اليوم الاربعاء بالعاصمه الاقتصاديه كازا. كيف ما كتشوفوا مشاهدينا، يعني اجواء غائمه مع واحد الضباب اللي هو يعني كثيف كيف ما كتشوفوا مشاهدينا. ايضا كاين واحد الازدحام مروري في الشارع في الشوارع. نتمنى تشاركوني الاجواء ديالكم، الاجواء اللي عندكم، اجواء الصباحيه في كل مدينه، في كل مدينه اي واحد كيشوفني فيها او كيشوف هذا اللايف هذا. يعني كنشوفوا بانه كاين واحد ضباب كثيف وكاين واحد اجواء اللي هي غائمه. مدينة كازا كتعرف يعني واحد الأجواء اللي هي غائمة وضباب كثيف. نتمنوا من سائقي السيارات أنهم يردوا البال ديالهم في الصباح، الناس اللي كتمشي للخدمة ديالها، الناس اللي كتخرج باش تقضي الأغراض الخاصة بها خلال السياقة خاصها ترد البال ديالها. كتشوفوا يعني ناس خارجة باش الخدمة ديالها. نتمنوا التيسير والتوفيق للجميع ان شاء الله يا ربي، وبداية اسبوع او بداية يوم موفق ان شاء الله. شوفوا معنا الاجواء الصباحية بمدينة كازا. اذا مشاهدينا كان هذا اللايف هذا على الاجواء الصباحيه. صباح الخير عليكم كاملين مشاهدينا، شكرا على حسن التفاعل ديالكم. الناس اللي يعلقوا على اللايف مرحبا بكم. اذا مشاهدينا كانت هذه يعني اجواء صباحيه نقلناها لكم من مدينه او من شوارع مدينه كازا العاصمه الاقتصاديه. ما نزيدش نطول عليكم اكثر، نتمنى لكم ان شاء الله بدايه يوم موفق ان شاء الله.
كامل التوفيق والتألق إن شاء الله يا ربي. إذا كنكون وصلنا لنهاية هذا البث المباشر، نلقاكم إن شاء الله في بث مباشر آخر. إلى اللقاء مشاهدينا.